مساء الخير، بداية النشرة مع العناوين. لقاء ماكرون بن سلمان تم، وترقب لما سيحمله لودريا إلى بيروت. رئاسيا لا جديد باستثناء دعوة بوصعب من عين التينة لانتخابات نيابية مبكرة. الرئيس عون ردا على بوريل، من منح فرنسا وألمانيا حق التلاعب بمصير لبنان؟ الأخوان سلامة والتهرب من القضاء، لم يبقى إلا الأعذار الطبية. بوتين وبن زايد يكرسان من سان بيترسبورغ المشهد الإقليمي والدولي الجديد. الثامنة إلى الربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. المجلس النيابي اللبناني عاجز عن انتخاب رئيس، هذا هو الواقع المحزن الذي يستدعي تدخلات خارجية، وهو واقع لا يمكن وصفه بأقل من كارثي ومأساوي إذا ما أضيفت إليه كل التجارب الفاشلة في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة منذ 4 سنوات على الأقل. وبناء عليه كل الأنظار اليوم لا على آراء الكتل ولا على تواصل النواب، بل على آراء الدول وتواصلها. والحدث اليوم في هذا الإطار شهدته باريس من خلال اللقاء الذي جمع الرئيس إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي، علما أن الترقب المحلي سائد لما سيحمله الموفد الفرنسي الجديد الأسبوع المقبل إلى بيروت. وبعيدا من الشأن السياسي المحلي، لا تزال تداعيات مؤتمر بروكسل ترخي بظلها الثقيل على لبنان، نظرا إلى ما عبرت عنه بعض المواقف من أخطار على مستقبل الكيان. واليوم قال الرئيس العماد ميشيل عون في بيان أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري، وهذا شأنه. أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلا، ونرفض أن يدفع لبنان ثمن الحرب التي شنت على سوريا. وأضاف الرئيس عون أن مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان، وأسئلة مشروعة لابد وأن تطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن. من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ لمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون دعمه وأنتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟ وختم الرئيس عون أن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين إلى بلادهم وأرضهم، مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوض المجتمعين اللبناني والسوري معاً، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلف الأمر، والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة. غير أن البداية من اللقاء الحدث بين ماكرون وبن سلمان في باريس، والتفاصيل في رسالة من الزميلة جويل بويونس. بالفعل حصل هذا اللقاء الذي تترقبه الساحة اللبنانية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي في قصر الإليزي. طبعا هذا اللقاء ما رشح عنه بقي بإطار العموميات، ولا سيما أن ما صدر أن ولي العهد السعودي بحث مع الرئيس الفرنسي في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، ولكن بانتظار ما قد يرشح أو ما قد يكشف من مضمون هذا اللقاء، ولا سيما في الملف اللبناني الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ربما علينا أن ننتظر الساعات القليلة المقبلة أو حتى الأيام القليلة المقبلة. ولكن أجواء ما قبل اللقاء قد تكون تعكس مضمون هذا اللقاء. فبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية من عاصمة باريس، تقول هذه المصادر بأنه يعود على اللبنانيين خلق ظروف انتخاب الرئيس، فلا السعودية ولا فرنسا ولا أي بلد آخر هو المسؤول عن إتمام هذا الاستحقاق. ويبدو أن باريس كانت تترقب عن كثب بالفعل نتائج انتخاب الرئيس في الجنة
جلسة أو نتائج العد، يعني خلينا نقول في جلسة الانتخاب التي حصلت نهار الأربعاء والتي حاز بموجبها سليمان فنجي على 51 صوت وجهاد أزعور على 59 صوت، وقد تم التطرق لهذا الموضوع. وبحسب المعلومات فيما قبل هذا اللقاء كانت كل الأجواء تشير إلى أنه بحسب باريس ما رأت في جلسة نهار الأربعاء تقول بأن عناصر التوافق البرلماني في لبنان لا تزال غير متوفرة. وقالت هذه المصادر بأنه ما يهم كمان سماع رأي السعودي في هذا الموضوع، أنه يجب على الإسراع في انتخاب الرئيس وتهيئة الظروف لهذا الانتخاب. وأيضا بحسب معلومات الأو تي في تعمل فرنسا على مبادرة قد تكون مبادرة بالدعوة بالحث على الحوار بفحوى حوار، مبادرة حوارية لحتى تبحث أو مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارة وزير الخارجية السابق المبعوث الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، والمتوقع وصوله إلى بيروت نهار الاثنين في زيارة كانت الأو تي في كشفت عنا أن ستمتد من الاثنين وحتى نهار الجمعة. مضمون هذه الزيارة من المتوقع بحسب معلومات الأو تي في أنه يصير اليوم اجتماع ما بين وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وجان إيف لودريان لتنسيق هذه الزيارة ولوضع لودريان بجو كل ما يحصل وبجو المحادثات الفرنسية السعودية، يعني تحضيرا لهذه الزيارة المهمة إلى بيروت. وأيضا بحسب معلوماتنا كما ذكرنا سيكون هناك، ستدعو فرنسا في هذه الزيارة المرتقبة إلى حوار، يعني إلى وجوب الحوار، ستحث اللبنانيين على وجوب الحوار. ولكن مؤتمر ما يحكى عن أنه ستكون راعي لمؤتمر أو لأي أمر شبيه بالمؤتمرات الدولية من أجل لبنان، تقول مصادر مطلعة على الجو الفرنسي ما حرفيته بأن هذا الموضوع مؤتمر، أن تكون راعية لمؤتمر من أجل لبنان، هذا الموضوع ليس على أجندة اليوم أو بالمعنى الفرنسي، يعني منو دان لوغدغ دو جوغ، اليوم فرنسا ليس على أجندتها، ما تفكر فيه هو نوع من المؤتمر أو رعاية مؤتمر ما للبنان، ولكن سيكون هناك دعوة إلى الحوار، وهذا هو الأهم، لأنه بات واضح أنه الجلسة أنتجت، يعني دلت أنه لا يمكن لأي فريق أن يتمسك بمرشحه أنه لا يذهب إلى الحوار. هذا كل شيء حتى هذه الساعة من الأجواء الفرنسية. طبعا هذا اللقاء له دلالات كبيرة، ولكن يجب ترقب الساعة القليلة المقبلة لمعرفة ما قد يكون الطرفان نقشوا فعلا، إذا كان هناك من مبادرة رئاسية جديدة أو لا. هذا يتطلب الساعات القليلة المقبلة. إلى ذلك، تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين رسميا من سفير لبنان في دولة الإمارات رفع الحظر عن منح التأشيرات للبنانيين اعتبارا من اليوم الجمعة. وقال السفير فؤاد دندن في بيان بعد مساع مكثفة بين أبوظبي وبيروت وتجاوب صادق وبناء، أؤكد للبنانيين الراغبين بزيارة ربوع الإمارات الشقيقة أن بإمكانهم تقديم طلب للحصول على تأشيرة الزيارة وكالمعتاد عبر مكاتب ووكالات شركات السفر المختلفة. وستصدر السفارة اللبنانية في الإمارات بيانا آخر الاثنين المقبل توضح فيه المزيد من التفاصيل. على خط آخر، قال الرئيس العماد ميشيل عون اليوم في بيان أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل لا يريد التطبيع مع النظام السوري وهذا شأنه. أما حديثه عن إبقاء النازحين في الدول المضيفة وربط عودتهم بالحل السياسي فهذا شأننا ومصير وطننا، ونرفضه جملة وتفصيلا، ونرفض أن يدفع لبنان ثمن الحرب التي شنت على سوريا. وأضاف أن مشروع دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو تدمير ممنهج للبنان، وأسئلة مشروعة لابد وأن تطرح حول دور فرنسا وألمانيا في هذا الشأن. من منحهما حق التلاعب بمصير لبنان؟ لأجل ماذا؟ ولمصلحة من؟ وأي مستقبل لسوريا ولبنان تريدون دعمه وأنتم تسعون لتخريب نسيج البلدين وضرب مقومات وجودهما؟ ورأى الرئيس عون أن مشروع الدمج يلغي عودة السوريين إلى بلادهم وأرضهم مع ما يحمل ذلك من تداعيات على لبنان وعلى سوريا على مختلف الصعد. هو قرار يقوض المجتمعين اللبناني والسوري معا، وعليهما رفضه ومقاومته مهما كلف الأمر. والتنسيق بين الدولتين ضرورة من أجل تحقيق العودة الكريمة والآمنة.
وبعد مؤتمر بروكسل والاستمرار الأوروبي في تمويل مشروع الدمج في التوطين، زيارة تحضيرية لشرف الدين إلى دمشق، موعدها وتفاصيلها في تقرير ماريا يمين. رغم فشله بسياسته العدائية تجاه سوريا على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، أكد مؤتمر بروكسل استمرار الاتحاد الأوروبي باستغلاله قضية النازحين السوريين تحت عناوين شعبوية تنضوي تحت شعار الإنسانية. هم عم يجربوا يخربطوا مش من هلأ، من فترة، وتصريحات جوزيب بيريل امبارحة حكيها انه نحن مش حنساعد حتى بالعوده الطوعيه الا ما يكون في متابعه واشراف من الدول الاوروبيه. وبنفس الوقت المفوضيه يلي بتمثلهم ما بتوافق على تاسيس لجنه ثلاثيه بين سوريا ولبنان وبالتالي في تناقض بالحديث، وكشفوا حالهم انه هن عم بيعرقلوا والأهداف سياسية ستنا. هني لو عندهم ذرة ضمير ويدعوا حرصهم على الوضع الإنساني ويدعوا حرصهم على حقوق الإنسان، وبنفس الوقت ما بخلونا نحل هاي المشكلة، ما هي مشكلة إنسانية كمان للنازح. يعني شو 11 سنة بخيمة 600 ألف شخص، مفروض يحسوا على دمهم، وإذا هالقد مهتمين يراعوا الأمور الإنسانية يتفضلوا يخدون لعندهم مثل ما صرح زملائنا، يخدون لعندهم لحين ما يستتب الأمن بسوريا بحسب رأيهم. بعض الأصوات الأوروبية الرافضة لسياسة الاتحاد لا تلغي استمرار سياسته العقيمة تحت ذريعة أن الظروف ليست مؤاتية لتغييرها، وهو الأمر الذي زاد قناعة لبنان بأن لا خيار لديه سوى تعزيز التواصل مع الدولة السورية للتصدي لمشروع تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين التي لا تزال تنتظر الحلول منذ 75 عاماً. هذا التواصل شرعته رسمياً جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من خلال إعلانها أنها مع عودة النازحين السوريين عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية على أن تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية. زيارة اللجنة الوزارية إلى دمشق سيحدد موعدها قريبا، على أن تسبقها زيارة تحضيرية لوزير المهجرين عصام شرف الدين منتصف الأسبوع المقبل، تتخللها مناقشة ثلاثة بنود إضافية مع الجانب السوري، واحد منها انتقالي لجهة التعاطي في الملف. أول شيء في عنا مكتومي القيد اللي هن أغلبيتهم ولادات جديدة لم تسجل في الدوائر السورية، هاي بدنا نناقشها مع معالي وزير الداخلية اللي هو محمد الرحمون لحتى تنبت وصير في تسهيلات بالسفارة السورية، والقائم بالأعمال أستاذ علي بدمان مستعد للتعاون بهذا الموضوع ويسهلوا الأمور، بس بدنا نثبتها فوق. الشغلة الثانية هي موضوع خدمة العلم، هي بتنسق مع المراجع المعنية ومع الأمن الوطني. أنت بتعرفي بسوريا خدمة العلم شغلة مقدسة عندهم، بدنا نشوف كيف بالنسبة للنازحين السوريين نسهل الموضوع، نقلص، نجرب، نأجل، في حلول يعني ما نحكي فيها مع المرجعية. الشغلة الثالثة بدنا نضيفها هي موضوع التحول من شيء اسمه عودة طوعية، لأنه ما اشتغلت ولا عم تفيد وما عم بيجوا، يعني مرة عم بيروحوا على المراكز يسجلوا، شهر كله ما سجلنا إلا 1200 شخص. بدنا نروح على شيء اسمه الترحيل الآمن، بدل ما هن يجوا على المراكز يسجلوا نحن بدنا نروح لعندهم، وحنبدأ بالمخيمات اللي فيها 600 ألف. هذه البنود الثلاثة تأتي استكمالا للتسهيلات المقدمة من الدولة السورية التي وافقت في شهر 8 2022 على عودة 180 ألف نازح إلى القرى والبلدات التي تحسنت فيها البنى التحتية اللازمة، على أن تليها دفعات من 15 ألف نازح كل شهر. لكن حينها اصطدم شرف الدين برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لكن الخلاف انتهى والقرار السياسي بعودتهم اتخذ، لا سيما بعد التطورات الإقليمية الجديدة وانعكاسها على خطاب ممثلي الدول العربية في المؤتمر، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الدعم المباشر لدمشق من دون المرور بالمفوضية. وعليه وبغياب الدعم الأوروبي يبقى التعويل على الضغط العربي لضمان نجاح خطة العمل اللبنانية السورية لإسقاط المشروع الأوروبي المدمر للدول المضيفة التي على رأسها لبنان.
في المواقف من عين التيني، رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن بعض الأفرقة الذين كانوا يؤيدون مرشحا للرئاسة الآن يريدون الذهاب إلى الوسط، وشدد بعد لقائه ببري على أن التفاهم يحتاج إلى حوار، معلنا أنه تمنى البدء بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة في ضوء عجز المجلس الحالي عن انتخاب الرئيس. ونقل عن رئيس المجلس عدم اعتراضه على هذا الكلام على أن نتابع ما سيحدث في المرحلة المقبلة. ونقل بوصعب عن بري اعتباره أن الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إن كان الأفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس. اللي عرفته من دولة الرئيس أنه حكما الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إذا الأفرقاء ما بدهم يعملوا حوار وما بدنا نطلع من الأزمة اللي نحن فيها بهالشكل، هو عنده كل النية أنه يدعي لجلسة، وأنا هيدا اللي كنت عم بشوف أيمتى ممكن يكون في جلسة تانية لانتخاب رئيس الجمهورية، ولكن بده يصير في تقييم للي صار خلال هالأسبوع، وعلى ضوءه الرئيس بري قال لي أنه هو رح بيدعي لجلسة تانية إذا ما قدرنا نتوصل لتفاهم، ولكن هالجلسة التانية ما بعرف كيف رح بيكون مصيرها، إذا مثل اللي مرقنا فيها قريبة منا أو رح نقدر نعمل خرق بانتخاب رئيس جمهورية. بغياب الحوار بعتقد رح نضل بالموقف اللي نحن فيه، والاصطفافات موجودة، واضح أنه بعض الأفرقاء اللي كانوا مؤيدين مرشح في منهم عم بيقولوا اليوم يمكن غيروا رأيهم، في منهم بده يروحوا على الوسط، بالتالي هذا بيأكد لنا كل يوم أكثر من يوم أنه إذا ما تفهمنا بين بعضنا البعض ما رح نقدر نحل هالمعضلة. هلأ التفاهم اللي لازم يصير بيناتنا بده نقاش، بده حوار، فينا نسميه اللي بدنا اياه، واذا ما قدرنا نعمل هيدا الشيء، واذا ما قدرنا بهالمجلس بوقت سريع، عم بحكي البلد ما بيحمل لا 3 اشهر ولا 4 اشهر، اذا ما قدرنا نوصل لحل بالمجلس النيابي، تمنيت على دولة الرئيس بري انه نبلش جديا نفكر بانتخابات نيابية مبكرة. هذا الموضوع بيتناقش بقلب التكتل اللبناني القوي. يعطيكم ألف عافية. نائب يبرر ويفشل في أسرار اليوم. لفت أحد الإعلاميين إلى أن عبارة 17 تشرين صارت بالقاموس اللبناني مرادف للانهيار والفشل بعد ما كانت عنوان للثورة والأمل. يتابع رئيس سابق للجمهورية تولى الرئاسة بمراحل سابقة لعام 2016 البرامج الحوارية الصحفية بشغف، بيتواصل عبر الواتساب مع الإعلاميات والإعلاميين مبديا آراءه بالحوار وبالضيوف. يؤكد معنيون أن كل محاولات النائب كميل شمعون لتبرير موقفه الملتبس بالجلسة الرئاسية باءت بالفشل. في تذكير اليوم، التقاطع لن ينتهي في جلسة واحدة. نحن وقت عملنا التقاطع مع التيار الوطني الحر كنا واضحين هيدا التقاطع منه لجلسة واحدة، هيدا التقاطع مش عم نجي نرشح شخص نتقاطع عليه مرة ومنفل، كنا واضحين بكل نقاشاتنا مع التيار انه التقاطع منا نخوض فيه معركة للآخر. اغتيال السفير الأمريكي في بيروت في تاريخ اليوم.
يوم الأربعاء ب16 حزيران 1976 غادر السفير الأمريكي ببيروت فرانسيس ميلوي ومستشاره مقر السفارة الأمريكية بعين المريسة بسيارة يقود السائق اللبناني زهير المغربي متوجها للاجتماع بالرئيس المنتخب الياس سركيس بالحازمية، لكن السفير ما وصل لموعده مع سركيس ليتم العثور على الجثث الثلاثة على شاطئ الرمل البيضاء. وقد أوردت إذاعة حزب الكتائب أن جهة تطلق على نفسها اسم منظمة العمل الاشتراكي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث. المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. افتتح قائد الجيش العماد جوزيف عون وسفير المملكة الهولندية في لبنان قسم العناية الفائقة في الطبابة العسكرية المقدم من السلطات الهولندية عبر برنامج التعاون العسكري المدني بحضور الملحق العسكري الهولندي وعدد من الضباط. وتفقد العماد عون والسفير القسم المفتتح والمختبرات العسكرية المركزية ومختبر تمييل القلب وآلة توليد الأكسجين، كما اجتمع قائد الجيش بالضباط وأشاد بالجهود التي يبذلونها والمستوى المتطور الذي بلغته الطبابة لناحيتي التجهيزات الحديثة والكفاءة المتقدمة والإنجازات الكبيرة المحققة في إطار تأمين الرعاية الصحية للعسكريين وعائلاتهم. وتوجه إليهم بالقول ستواصل قيادة الجيش العمل بمختلف الوسائل المتاحة لتأمين حاجات الطبابة وتعزيز قدراتها. في الوقت نفسه أدعوكم إلى مزيد من التضحية والتحلي بالصبر والإرادة حتى نتجاوز الصعوبات التي تفرضها المرحلة الراهنة. استهلت الجامعة اللبنانية الأمريكية الاحتفالات السنوية 98 لتخريج طلابها وطالباتها من دفعة 2023 من الحرم الجامعي في جبيل، حيث بلغ عددهم 836 خريجا وخريجة في مختلف الاختصاصات وسط فرحة أهالي الخريجين وأصدقائهم الذي اكتظت بهم مدرجات الجامعة وباحاتها في إحياء دوري لتقاليد الجامعة العريقة والتي تحتفل العام المقبل بمئويتها الأولى. على أن يلي احتفال مساء الأمس احتفالان آخران في حرم بيروت الجامعي يومي الجمعة والسبت المقبلين. وحضر هذا الاحتفال وجوه وشخصيات وأركان الجامعة يتقدمهم رئيسها الدكتور ميشيل معوض وأعضاء من مجلس الأمناء، الوكيل الأكاديمي الدكتور جورج نصر، نواب الرئيس، عمدة الكليات، مسؤولي الجامعة وأساتذتها. فاصل إعلاني قصير ونتابع بعده النشرة. إلى الفقرة الرياضية والزميل إلي نصار. إيمانا منه بالدور الكبير للمرأة بالمجتمع، نظم الاتحاد اللبناني والعربي للتراث والرياضات التقليدية الشعبية برئاسة مارون خليل بطولة أقوى امرأة على الأراضي اللبنانية للعام 2023 بأجواء حماسية، حيث تم بخلال المسابقة اختيار المشاركات ببطولة أقوى امرأة على صعيد العرب يلي رح تصير بالسعودية من تنظيم شركة 60 دقيقة السعودية وجولدن بادي اللبنانية. أقيمت البطولة بشاوية تبريح حيث مقر الاتحادين اللبناني والعربي، وشارك في بطلات من أندية الجيش اللبناني جولدن بادي، الدكواني المجد سور، جمعية الدكواني للتراث، وسيدات فلسطينيات موجودات بلبنان، وذلك بإشراف رئيس الاتحاد المؤسس وقاد منافساتها إلى جانب رئيس الاتحاد الحكام أحمد صفي الدين، عماد الدين رمضان من فلسطين، بيير نصار، ميشيل بيطار، وكلودين بودياب. بعد الافتتاح بالنشيد الوطني انطلقت التحديات برمي كرات إلى الخلف على ارتفاع 3 أمتار، حمل الجريح، بعده مسابقة قلب الدولاب وحمل جزع شجرة والركض فيه، وأخيرا جر السيارة مع اعتماد التوقيت لكل مسابقة. وبالنهاية حلت بالمركز الأول سهام قصير من جولدن بادي وهي الملقبة بالمرأة الخارقة، نيفين مغنية من المجد سور بالمركز الثاني، وشهد الحسين من فلسطين بالمركز الثالث. بنهاية النهار الطويل وزع رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني والعربي كؤوس البطولة والشهادات والميداليات على الفائزات.
أحرز معن الهيشم من نادي بانشو الرياضي لقب المرحلة السادسة من الدوري اللبناني للباجامون يلي أقيمت بمقر صقر بدبي بمشاركة 50 لاعب من مختلف المناطق اللبنانية وحصل على 13 نقطة، بينما احتل شوقي كرم المركز الثاني ونال 10 نقاط وأنطوني ديب المركز الثالث بسبع نقاط، جهاد نصر رابعا ونال 6 نقاط، كارلوس أبو عبسي خامس بخمس نقاط، فادي نصيري سادس بنفس عدد النقاط. وبعد انتهاء المرحلة ما تبدل المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب العام للاعبين، وبعده جو برنابا من بانشو بالمركز الأول ب 41 نقطة، علما أنه احتل المركز ال 15 بهالجولة واكتفى بنقطتين، وهو بيتصدر بفارق 10 نقاط عن إلي نيزح من نادي جولدن دايز الثاني 31 نقطة، ويلي احتل المركز ال 38 ونال نقطة واحدة، برنار حاتم من بانشو بالمركز الثالث وهو غيب عن هالجولة لوجوده خارج لبنان، وحل شوقي كرم بالمركز الرابع بالترتيب العام ب 23 نقطة، ومعن الهاشم خامس ب 21 نقطة. أما بترتيب الأندية فاستمر بانشو بالصدارة ب 251 نقطة، قدام جولدن دايس الثاني ب 211 نقطة، والأتي سي إل الثالث 89 نقطة. بختام المنافسات وزع رئيس اتحاد الباجامون جان أبي حيدر والأمين العام صالح فرج الله الدروع على الفائزين، إشارة إلى أنه المرحلة السابعة من الدوري رح تصير ب 8 تموز المقبل. والختام مع صفحة الأحوال الجوية والزميلة بولين عون. بونسوار. كتل هوائية حارة عم بتأثر على طقس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. مصدرها شبه الجزيرة العربية ومصر، بتأدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس بكرة الـ 34 درجة ساحلا، على أنه تنحسر تدريجيا بعد ظهر السبت مع بعض التقلبات المحلية اللي بتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل. جونا لبكرة قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعكار عم بتسجل 31 درجة، طرابلس 33، العاصمة بيروت 32، وسور 34 درجة. ننتقل لبعلبك 32، القلوق 24، زحلة عم بتسجل 30 درجة، وجزين 31 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا تتراوح بين 45 و 60%، الرياح السطحية غربية لجنوبية غربية سرعتها بتتراوح بين 8 و 25 كم بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. للسبت جونا قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية وبتلامس 34 درجة خاصة ببعض مناطق الساحل الجنوبي، بتعود وبتنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر، وبتنشط الرياح مع غبار بالجو واحتمال تساقط أمطار خفيفة موحلة بالمناطق الشمالية خلال الفترة المسائية، أما درجات الحرارة فعم بتسجل أقصاها 32 درجة لنهار السبت. لنهار الأحد جونا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، الرياح ناشطة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة بالمناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ودرجات الحرارة عم بتسجل 26 درجة لنهار الأحد. للتنين جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة على الساحل يلي بتسجل أقصاها 25 درجة. لنهار الثلاثة جونا قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتسجل 26 درجة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية، بتمنى لكم ويك أند ممتع، تصبحوا على خير. نشرتنا انتهت، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.